ليه مش عايز اعمل ديسيجن مع النظام؟ لان النظام فقد شرعيته. تمام؟ فانا مش هقدر ديسيجن مع واحد اللي هو ايه؟ واحد تمام وعايز يبدا على الكورس، انا مش عايز يبدا على الكورس. تمام؟ فانا مش عايز يبدا على الكورس، انا اول حاجه يعملها النهارده يخرج لي كل المعتقلين السياسيين وكل الناس اللي اتمسكت في القصه دي من الاول، مش بيقول عليهم شهداء وثوره 25 يناير والشباب الصغير، انضم لنا الشباب الصغير يا عم اللي غير البلد. انضم لنا ناس بمطامع سياسيه ومطامع اقتصاديه ومطامع اجتماعيه، عايزين حياه افضل للبلد. مع احترامي ليك ايها النظام، انت مش هتحقق لي الشرعيه دي ومش هتحقق لي اللي انا عايزه. فانا مش هقعد اصلا نقشيت معاك، انت تعمل خطوات جديه ما تغيرليش الوجود. اول حاجه تعملها تلغي قانون الطوارئ عشان كل من واحد من الناس دي يطمن على نفسه، والاخوان اول ناس تطمن على نفسها يلغي لي قانون الطوارئ. تمام؟ لان الاخوان دول اخواتنا، الاخوان دول هم اللي بيجوا هنا بالليل وما بيسيبوناش، واحنا الشباب بنيجي هنا الصبح نقعد معاهم عشان نديلهم شرعيه وجودنا، عشان عارفين لو احنا ما جيناش تاني يوم الصبح هم هيخرجوهم بالعافيه، واحنا مش هنسمح بكده ابدا. ده رقم واحد. فده النظام فقد شرعيته. يلغي لي قانون الطوارئ دلوقتي، يخرج لي كل المعتقلين السياسيين دلوقتي. مش هستنى، مش نجيب سمير الشيوخ يخرج لي واحد شغال في جوجل عشان يصيط نفسه. مع احترامي ليه، كل اللي كانوا جوه مع الراجل بتاع جوجل وائل يخرجوا. اشمعنى وائل اللي خرج؟ كله يخرج، كلهم ولاد مصر، كلهم ولاد مصر. ده رقم واحد. رقم اثنين، مجلس الشعب والشورى ده فقد شرعيته، يتحل. ماليش دعوه بقى. بص، مع احترام حضرتك، هذا النظام، اسمعني حضرتك، انا بتكلم بس وبصور معاك مستشار. انا اهو قال سهل. مع احترامي لحضرتك يا جماعه، انا بسجل مع كاميرا واحده، انا مش بتكلم عشان حد يجادلني. مع احترامي لحضرتك، انا بقول وجهه نظري. احنا بنسمع. انا بتكلم واحد بس، انا بتكلم. احنا عايزين نسمع بس ثانيه واحده. وعايز اسال الحاجات اللي في النص دي ادت لو سمحت، اللي هم بيتكلموا. انا بتكلم مع الكاميرا بس. تمام؟ ايوه بعد اذنك. تمام؟ فاول حاجه دي مهمه جدا. بعديها راس النظام ده هو مين؟ راس النظام ده مين؟ مبارك. بسكوت حسني مبارك معناها ايه؟ رمز النظام وقع. كل ده هيقع. السلسله هتتفك. تمام؟ لكن اللي بيحصل كلام في كلام في كلام، ومفاوضات مع سلطه فقد الشرعيه. يا سيدي نزلنا 5 مليون واحد اكتر من الناس اللي نزلوك الانتخابات بالتزوير، قالوا لك لا لا. وانت طلعت في كذا قناه فضائيه قبل كده وقلت انا لو الشعب مش عايزني خلاص انا مش هترشح. مش حكايه ترشيح بقى النهارده، حكايه ان احنا دي ثوره. هي دي ثوره ولا ده اعتصام؟ ثوره. ثوره. لا انا شايف كده اعتصام، انا مش شايف اي قرارات اعتصام. قاعدين هنا في اللي جاي زي اللي كان بيروح مجلس الثوره ده. يبقى الثاني اللي بيتكلم معايا السلطه اللي فقدت شرعيتها النهارده تبدا تقدم تنازلات، والنهارده تبدا تاخد خطوات جديه، والنهارده يعمل كده. مش كل يوم يرمي لي حته. مع احترامي للوزاره اللي كانت، احنا كل اللي واقفين هنا اهو من 25 سنه ل 40 سنه، ده 80% اللي موجودين. صح. الراجل هو جاي من النفايه وعارف جاي بنات معاه من 25 ل 40 سنه. صح. عمل لي وزاره اصغر واحد فيها عنده 60 سنه، يبقى ده 70 سنه. ومع احترامي ليك النائب الرئيس الموجود، مع كل التبجيل ليه وكل التقدير ليه يا جماعه، اي دكتور راحت له في الاعصاب هيقول اي واحد اكبر من 60 سنه مش هيغير طريقه، مش هيغير فكره ولا هيغير الطريقه اللي بيعمل بيها الامور. يعني لو هي دي الطريقه اللي بيعمل بيها الامور خلاص. احنا بقى ايه، نلخص الكلام ده بخمس نقط. اول نقطه، الغاء قانون الطوارئ فورا وحروب كل المعتقلين. بعد اذنك. هو بيتكلم ثانيه واحده. الغاء قانون الطوارئ وخروج كل المعتقلين فورا. رقم اثنين، تغيير الخطاب الاعلامي اللي خارج من مبنى نفسيرو ده. ما يقوليش ان الناس بتوع 25 اللي هو انا منهم محترمين، والناس والشعب ثانية واحدة اللي انضم ليا يوم 28 اللي هو الاب والام والموظف والمدرس والشيخ والاخوان والاشتراكي والشيوعي والملحد وكل الشعب ده، الشعب ده كله ملوش شرعيه. لا ده ليه شرعيه، احنا اللي بنقرر.
يبقى ما يقوليش ايه انا مش بروح عشان هو يقول لي ايه والله الناس بتوع 25 برافو عليك. لا مش برافو علينا، مش برافو عليك، ده احنا عايزين نعمل مستقبل افضل ومش هنعمله لوحده، هنعمله كل ده اللي جاي من المنوفيه واللي جاي من الشرقيه واللي جاي من الغربيه واللي جاي من كل مصر اللي جاي من الصعيد، كلنا واحد. حل مجلس الشعب والشورى يبقى عندنا دستور احنا اللي نعمله، الشعب اللي يعمله، مش هو اللي يعمله، مش هو اللي يعمله، مش هو اللي يعمله، مش هو اللي يعمله، احنا اللي نعمله. القضاة المحترمين اللي هنا هم اللي يعملوه، مش الناس الدارزيه بتوعه هم اللي يعملوه لسه. والمنتفعين دول كلهم لازم يتحاكموا وتصدر فلوسهم، كل المنتفعين، كل المنتفعين. بمعنى ايه؟ النظام ده، النظام ده في ناس منتفعين كتير جدا فوق الخيال. تمام؟ 52 تمام؟ اللي انتفعوا كلهم اللي خدوا المليارات دي لو رجعناها تاني وصدرناها ورجعناها مش هيبقى عندنا مشكله اقتصاديه. يا جماعه هقول تاني، احنا هنا مش في كرنفال، احنا هنا مش بنعتصم، احنا بنعمل ثوره. الثوره بيبقى ليها طلبات، بيبقى ليها حقوق، والتاني اللي بينفذها. تمام؟ مع احترامي لبتوع حركه اللي راحوا قابلوا نائب الرئيس، دول ما بيمسوش اي حد. الثوره دي عملها ربنا، الثوره دي عملها ربنا، الثوره دي شعبيه، كل شباب مصر يد واحده، كل شعب مصر يد واحده. الثوره دي عملها ربنا لتغيير، لتغيير نظام فاسد. ان الله لا يغير حتى يغيروا ما بين الواحد بيتكلم، واحد بيتكلم مش هيمشي، مش هيمشي، هو 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 هيمشي، بص 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 بس.